بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره، معاكم على الهواء ان شاء الله من 4 ل 5. مستني كل تليفوناتكم على 236، الاس ام اس على 92173، والخط الارضي على 0909 936، والخط الدولي مش عارفه احفظه خالص فهينزل معاكم على الشاشه. النهارده احنا لسه مكملين في الاسبوع الصيامي بحريات، فكلنا هنستفيد بالاسبوع ده، سواء خفيف على المعده بعد ما طالعين من رمضان والعيد وكحك ومسبكات والموضوع صعب جدا، او خفيف على الجيب علشان برضو طالعين من مصاريف جامده جدا كلنا الحمد لله، وداخلين في مصاريف اجمد منها الحقيقه في مصيف، ولا معلش عشان لو ما كنتوش فاكرين يعني انا افكركم في مصيف، وبعد المصيف في عيد كبير، فوتك انت في العيد الكبير داخل على المدارس على طول، لا استنى، وبعدين في مدارس، ويعني في كسوه شتوي بعد المدارس على طول. احنا هنقضيها نلبس جاكيتات فوق اصطيفي، المهم يعني ان الموضوع صعب جدا. فاحنا مقررين ان شاء الله ان الفتره دي من هنا للعيد الكبير اللي هنضطر نعمل فيه لحوم هنقلل بقى الدنيا خالص على قد ما نقدر. اخواتنا المسيحيين صايمين فاحنا متلككين معاهم، اكل صيامي طول الاسبوع، والصيام ده فيه سمك، واحنا بناكل سمك بعد رمضان وفي العيد الكبير وبعده، في العيد الصغير وبعده، فالوصفات كلها هتكون على هذا منطلق طول الاسبوع ان شاء الله. امبارح عملنا منيو كامل سي فود، النهارده هنعمل منيو كامل سي فود، مش محتاجين اي حاجه جنبه، لاننا هنعمل الشوربه، هنعمل الرز، وهنعمل صينيه السمك. اول حاجه هبدا بيها هتكون الرز، علشان الحق احمر الرز، البصله بتاعت الرز كويس. عندي هنا رز مصري مغسول ومنقوع ومتصفي، ملح وفلفل، زيت ذرة، مية مغلية، بصل مفروم ناعم، سكر، شمر وينسون. طبعا شرايح الليمون دي للتقديم، فمش معانا يعني، ما مش معانا كمقدار يعني. ايوه هي كده المقادير صح، شكرا جزيلا. طيب الشمر واليانسون دي التركه بتاعتي انا في الرز بتاع السمك، انا اي حد يجي ياكل عندي رز السمك او حتى يشمه من الجيران يحس ان في ريحه غريبه ومش مالوفه او طعم غريب مش عارفين جاي منين، مش بيغير طعم رز السمك اللي احنا متعودين عليه لكن بيضيف لي، فهتجربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. خلوني بقى اقول لكم المقدار ايه يا استاذه هدى. احنا عندنا هنا كوبايتين من الرز المصري، يبقى عندنا كوبايتين من المية المغلية، وعندنا معلقتين كبار من الزيت، معلقة كبيرة من السكر، معلقة صغيرة من الشمر، معلقة صغيرة من اليانسون، عندنا بصلتين صغيرين مفرومين ناعم، معلقتين من الملح، ونص معلقة من الفلفل الأسود. دي مقادرنا إن شاء الله يا هدى تكوني سمعتيني. أعيد تاني؟ عيد تاني يا هدى. طب ما تزعقيش يا هدى. كوبايتين من الرز المصري، بصلتين صغيرين مفرومين ناعم، معلقه كبيره من السكر، كوبايتين من الميه المغليه، معلقتين كبار من الزيت، نص معلقه شمر صغيره، نص معلقه ينسون صغيره، معلقتين صغيرين من الملح، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. مش هعيد تاني يا هدى. على النار بسم الله، معلقتين كبار من زيت الذرة، معلقتين صغيرين من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل، بصلتين صغيرين مفرومين ناعم، معلقه نص معلقه صغيره من اليانسون الحب، نص معلقه صغيره من الشمر الحب، معلقه كبيره من السكر. ادينا عدنا المقادير تاني اهو. يا صبا ازيك يا طنط انيه؟ ازيك يا صبا عامله ايه؟ الحمد لله. انا صبا اللي كلمتك امبارح. اهلا حبيبتي، انا عارفه ازيك. الحمد لله كويس. الحمد لله حبيبتي. امور يا صبا؟ لا شكرا، انا بس كنت بحب اكلمك. متشكره جدا يا صبا ان انت بتكلميني كل يوم، ان شاء الله اسمع صوتك كل يوم يا حبيبتي. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. وبعدين هنقلب لحد ما البصله
تاخد اللون البني الغامق وتتحمص كويس جدا وما تتحرقش، علشان لو اتحرقت بتمرر وبتدي طعم مش حلو وما بيطلعش من الرز. يعني هضطر ارمي البصله كلها بكل اللي انا حطيته عليها. رز السمك للبنات الجديده اللي لسه بتبدا طبيخ، ممكن ياخد معلقه من الصلصه، بتدي غنى للطعم وللون. لكن عيبها الوحيد ان اي حاجه رز بياخد صلصه او عصير طماطم بيخليه يلزق بسهوله في الحله، فللبنات اللي لسه بتبدا ما افضلش ان احنا نحط معلقه الصلصه. تمام. البصل بنسيبه لحد ما ياخد اللون وما بننزلش عليه الرز الاول، بنزل عليه الميه الاول. ليه؟ لان الميه هتدوب اللون والطعم بتاع البصل والتوابل، تنزلهم في الميه وتنكه لي الرز مظبوط. يا عبد الرحمن. نعم. ازيك؟ المحله الخضره. انا من المحله الخضره. اهلا وسهلا يا عبد الرحمن، اتفضل. انا كنت عايز اعرف طريقه الكبسه السعودي، طريقتها. حاضر، عينيا. طريقه الكبسه، حاضر. انا كان عندي امبارح يا ريهام سؤال عن الجناش ما ردتش عليه، حشو وتزيين، وفي حاجه تانية ما ردناش عليها، ولا هما بس السؤالين دول انا افتكرتهم وانا قاعده في البيت؟ انت عارفه ساعات الذاكره بترجع لي كده في اوقات غريبه. طيب حاضر، ادي البصل هيبتدي ياخد اللون اللي احنا عايزينه، مش هستعجل عليه ابدا ابدا ابدا، ولا همشي من قدامه طالما بدا ياخد اللون، لانه لو مشيت من قدامه ثانيه زي الكراميل بالظبط، ما بين ان البصل ياخد اللون والطعم اللي احنا عايزينه وما بين انه يتحرق ويسود ويبقى الموضوع خلص على كده. خلاص. فاحنا حطينا هنا لكل كوبايه من الرز المصري معلقه من الملح صغيره، معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من الزيت، نص معلقة صغيرة من الشمر، ونص معلقة صغيرة من اليانسون، وهننزل عليهم كوباية من المية. يا شمس. شمس، يا ألو؟ شمس، ازيك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله، كله تمام؟ تمام. انا كنت عايز طريقة الكبسة. حاضر، نزلوا لنا بقى طريقة الكبسة، ده تاني سؤال عن الكبسة يا فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حبيبتي اتفضلي. شيف أمينة، نفسي في بلح الشام والدونتس. عينيا ليكي، حاضر عيني، هنزل لك بلح الشام وهنزل لك الدونتس وهنعملهم قريب، هما والمشبك يا أستاذة هدى، علشان دي من الحاجات اللي مطلوبة مننا بقالها فترة، وما كانش فيه وقت إن احنا نعملهم. يا مدام روحية وحشتيني. مدام روحية، عندي غياب يا مدام روحية. عندي فعلا غياب، عندي غياب، ان شاء الله يكون المانع خير، اهم حاجة بس. لا الحمد لله، نشكر ربنا. يا الحمد لله. الرز اللي بتعمليه انا لسه عاملاه واكلة منه، ايه رأيك بقى؟ الايه؟ الرز؟ الرز طلع حلو. واكلاه مع الجمبري يا اميرة. الله الله الله، الف هنا. الله يخليك، تسلم ايدك يا اميره. الله يسعدك يا رب، حضرتك اكتر كتير. بتصل عشان اسلم عليك. شرفتيني ونورتيني يا مدام روحيه، وان شاء الله الاسبوع الصيامي يعجب حضرتك وربنا يتقبل منكم ويقويكم يا رب. طيب انا في معلومتين عايزه اقولهم. بس هقول معلومتين الاول، اديني فرصه، اديني فرصه اكمل جمله على بعضها. طيب اول معلومه، لكل كوبايه من الرز المصري كوبايه من الميه المغليه، وبعاير بنفس الكوبايه، يعني نفس المج، نفس الكوبايه، نفس البوله اللي انا عايرت فيها الرز بعاير فيها ميتها. اول غلوه على نار عاليه من غير غطا، وبعدين بغطي واخد غلوه على نار عاليه، وبعدين بغطي واوطي واسيبه من ربع ساعه لتلت ساعه لحد ما يستوي. طيب معلومة كمان عايزة أقولها للستات اللي بيشتغلوا أو اللي ما عندهمش وقت يقفوا في المطبخ فترات طويلة، ودي أنا عملتها في تحضيرات، البوست بتاع التحضيرات بتاع الإنستجرام والفيسبوك الأسبوع اللي فات، الجمعة اللي فاتت. رز البصلة بتاعة رز السمك أنا بعملها كده في البيت، وانزل عليها كمية المية واغليها غلوتين، وبعدين أشيلها أحطها في علبة وأحطها في الفريزر أو التلاجة. وقت ما أجي أعمل رز سمك، اسهل حاجه في الدنيا، بقوم حاطه الميه بالبصله
وغلياها غلوه ومنزله عليها الرز، فبيبقى الموضوع سهل وسريع. تعالوا بصوا هنا كده عشان انزل الميه، هو ده اللون اللي احنا عايزينه. اوكي شكرا جزيلا. هقوم منزله بقى الميه، بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل ما تغلي هتشوفوا ان اللون بتاع الميه اتغير خالص اهو. لا استنوا استنوا معلش انا اسفه، جيت لكم في الحته الغلط اهو. بصوا ياخد بقى لون رائع. استنى لحد ما البصل يغلي غلوتين جوه الميه دي، ينزل لي لونه وطعمه وريحته جوه الميه، واقوم منزله عليهم الرز. الرز ما بيتقلبش طالما دخل في السوى، خلاص اقلبه اول تقليبه دخل في السوى، ما اقلبوش ابدا غير لما يستوي خالص، يعني يا اما وهو ني يا اما وهو مستوي، في النص يتكسر مني. اوكي واتفقنا ان احنا لو مستعجلين او مسافرين المصيف وعايزين نعمل اكله سمك هناك ومش عايزين نقف بقى نحمر في بصل ونعمل، بنحمر البصلايه ونديها ميتها، نغليها الغلوتين دول قبل سقط الرز، بقوم سايباها تهدى واشيلها في علبه وارفعها في الفريزر او الثلاجه، تقعد في الثلاجه لمده اسبوع وفي الفريزر لمده شهرين ثلاثه. يبقى عندنا اول خلاص اغسل الرز واقوم حاطه الاثنين على بعض وتمام. تمام يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وادي الرز هنا تقليبة، واخد بقى غلوة على نار عالية من غير الغطا، اغطي واخد غلوة على نار عالية، اوطي واسيبه تلت ساعة يستوي مع نفسه وشكرا. تعالوا بقى نطلع فاصل ونرجع، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. طيب وانتوا في الفاصل، انا اخدت الغلوه الاولى على نار عاليه من غير الغطا، وبعدين غطيت واخدت غلوه كمان وخلاص، وطيت بقى وانتوا في الفاصل وسايباه ياخد ويدي مع نفسه في الايه التسويه بتاعته براحته خالص. شوفوا اللون، وطبعا مش شامين الريحه للاسف. الريحه هنا يعني رائعه، وارجو ان انتوا تجربوا الشمر ويليامسون وتقولوا لي طلع ايه. زي ما قلت لكم قبل كده على المستكه والحبهان في الرز الابيض، والحمد لله دلوقتي خلاص في بيوت كتير اعتمدته ده كمان، مش هتغيره بعد كده الوصفه دي. مدام يسر امورتي الحلوه، مساء الفل، ازيك يا روح قلبي، ازي حضرتك إيه؟ يا مدام يسر وحشاني، يا سلام على تركاتك الحلوه. الله يا يسعدك يا رب، والله العظيم انا كل تركاتك واخداها خلاص. الله يسعدك يا رب، عندي. احنا بنحاول بس نسهل عندي. الامور على الصغيرين ان هم يوصلوا للموضوع بسهوله، ما شاء الله. الله يسعدك يا رب، تركات كده يعني بتشقلب الحاجه وبتخليها حاجه ثانيه. كتر خيرك يا رب، الله يخليكي، الله يخليكي يا مدام يسر، اتفضلي. الله يخليكي يا روح قلبي. الحلقه بتاعتك بتاعت الساليزونات بتاعتي اللي هي بالعجينه السحريه، الساليزون منزلاها على الفيس باسم ايه بقى؟ طب حاضر انا هرجع بس للصفحه وردها. عايزاها ضروري يا اميه، عايزاها ضروري. حاضر عينيا، بس يا شباب مش عارفه ما علينا ما علينا، خلاص عيني يا مدام يسرى هراجع الصفحه واقول لك. هدى اتأكد لنا الصفحة دي نازلة باسم صفحة ايه؟ الوصفة نازلة باسم ايه اللي هي بتاعت الساليزون دي بتاعت العجينة السحرية؟ مش فاكرة بصراحة، بس متهيألي ساليزون. يلا مين معانا؟ يا فاطمة. فاطمة؟ فاطمة؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. أمير اهلا وسهلا، انا عايز اعرف طريقه تخزين عايز اعرف طريقه تخزين الملوخيه والباميه. الملوخيه والايه؟ والباميه. حاضر عيني عيني، يلا ناخد المقادير. هنقول تاني هنعمل، احنا عاملين اسبوع ان شاء الله موسمي، يعني هناخد كل الحاجات اللي في الموسم هنعمل منها وصفات وهنخزنها، لكن برضو هجاوب على الملوخيه والباميه النهارده من عيني. البوري اللي بالزيت والليمون، سمك بوري، ملح وفلفل وكمون، ثوم مفروم، عصير ليمون، زيت ذرة، وشرايح ليمون، بقدونس وشبت وكزبرة وكرفس. بطلوا
مش عارفه اشتغل اهو. الحوادث اللي بتطلع على الهوا دي عادي يا جماعه، احنا المفروض نكون اتعودنا يعني. يلا بص الرز، الله يلا خلاص نزلتوا المقادير، برافو عليكم. السمك مفتوح من البطن ومستوي، ومستوي ازاي يعني، ومتنظف كويس جدا اهو. طيب نعرف منين ان السمكيه طازه؟ بصوا اللون البينك اللي جوه ده لو قلب جراي او قلب اسود او قلب اي لون ازرق او كده غير البينك ده يبقى هي مش طازه. تاني حاجه بصوا اللمعه، لو اللمعه دي اتطفت يبقى السمكيه مش طازه. بدخل ايدي بترجع تاني اهي، لو دخلت وغرزت جوه وما رضيتش ترجع معايا تاني بره يبقى السمكيه مش طازه. هنا اللون في الخياشيم اهو يبقى برضو احمر، ما يبقاش اسود، ما يبقاش ازرق، ما يبقاش فيه ريحه غير ريحه البحر. العين تكون لا هي داخله لجوه قوي ولا متفعصه ولا كده، تكون زي ما انتم شايفين على الملمس بتاع الوش على طول وبتلمع كده. انا السمكيه بتاعتي طازه. طيب يلا نتبلها. بسم الله، ادي كرفس، عصير ليمون، كمون، ملح، فلفل اسود، ثوم مفروم، شبت، كزبرة، بقدونس، زيت ذرة أو زيت زيتون طبعا لو حبيته. يا مريم، ازيك يا مريم؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ كويس. أمور يا مريم، عايزة أعرف طريقة بس الكيكة بالشوكولاتة. حاضر عيني، نزلوا لي الكيكه اللي بالشوكولاته لو سمحتوا، ولو تنزلوا لنا الكريزي كيك عشان هي الصيامي يبقى كتر خيركم. يبقى احنا كده ضربنا عصفورين بحجر، جاوبنا على الكيكه وفي نفس الوقت عملناها صيامي علشان اخواتنا الصايمين يقدروا يستفيدوا بالموضوع. جالي طلبات كتير جدا اني اعيد الحلقات بتاعه الاطفال اللي هم عندهم حساسيه طعام، يعني سواء حساسيه قلبان او حساسيه لاكتوز جلوتين او كده. فانا حاضر، مش هعيد، انا هعمل حلقات جديده ان شاء الله. بصوا بقى هنبتدي نحشي السمكه من جوه كده بالتتبيله دي اهي، بالطريقه دي سمكايه سمكايه. اخد من التتبيله واحشي لحد الراس واحشيها كويس جدا. ادي الثانيه وادي الثالثه، وبعدين هجيب سكينه حدي السمك ده تشريحتين كده علشان برضو اتبل من فوق بس من غير ما اوصل للعظم بتاع السمكه، علشان السمكه لما تستوي ما تفتحش مني وشكلها يبقى وحش. مين معانا؟ يا رويده. بسم الله الرحمن الرحيم. رويده، الو، ازيك يا رويده؟ ازيك يا اميره، بحب حضرتك جدا. تسلمي لي حبيبتي، ده من ذوقك، اموري. لو سمحت كنت عايزه اعرف طريقه عمل كريب بالشوكولاته. عيني. طيب الكريب مبدئيا يا جماعه انا بحط لكل كوبايه من الدقيق، شكرا يا رويده على التليفون، كوبايه ونص من اللبن، بيضه، معلقه زيت ومعلقه زبده ومعلقه سكر كبار، وبعدين بحط فانيليا لو هعمله حلو، ملح وفلفل لو هعمله حادق، قرفه لو هعمله للاثنين، اللي ما بيحبش القرفه ممكن يحط بشر ليمون او بشر برتقال، وممكن يحط خل. ادي السمك، وبعدين هبتدي ارص عليه شرايح الليمون. يا ساره، 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 كلميني تاني يا ساره لو سمحتي. عملنا السمك، هعمل بقى ايه اخر خطوه. شكرا جزيلا. الكيكه المجنونه او الكريزي كيك معاكم على الشاشه. الكيكه دي حساسيه متعدده، ما فيهاش قلبان، ما فيهاش لا هي حساسيه قلبان بس، ما فيهاش قلبان، ما فيهاش زبده ولا بيض ولا لبن، وصيامي لان برضو ما فيهاش كل الحاجات دي. فالكيكه دي ممتازه للناس اللي عندها حساسيه قلبان او بيض
او للناس الصايمه. هاخد بقى زيت كده هنا بمقدار للسمكه الكبيره دي، معلقه زيت لكل سمكه، وبعدين اقوم رش عليها على كل سمكه رشه من الملح، رشه من الفلفل، رشه من الكمون، وهدخلها الفرن وشكرا. بسم الله. فرن حامي، الرف اللي في النص الحقيقه الرف ده عالي جدا، انا محتاجه انزله شويه بصراحه، معلش معلش يا استاذ فهمي استحملوني، اصله عالي قوي صراحه يعني يعني انا مش طويله قوي كده لا عايزاه في النص ليه؟ علشان انا هشغل من فوق ومن تحت، فلو كده هياخد لون بسرعه قوي من الوش، وهيكون لسه ما استواش وانا مش عايزه كده، فمعلش ايه بس كده شكرا. كده الفرن شغال من فوق ومن تحت، الرف في النص محقق درجه الحراره قبل ما ادخل على درجه حراره عاليه. ياخد وقت قد ايه؟ ياخد تقريبا ربع ساعه تلت ساعه. عايز تطلع فاصل؟ ممكن تبص على الرز قبل ما تطلع فاصل. اتفضل حضرتك معايا في الحله هنا، اتفضل حله اختك، ما تقلقش اهو بصوا اهو استوى وزي الفل، بصوا ومفلفل ومش مكسر ومش غامق قوي فتحسوا ان هيطلع الطعم محروق او حاجه، رائع. بس كده هنطفي عليه ونسيبه، انا بحب لما اطفي على الرز اسيبه في درجه حراره الحله مده ما تقلش عن 10 دقائق ربع ساعه قبل المغرب عشان يهدى ويتشرب بالراحه كده. هنطلع فاصل ونرجع نعمل مع بعض الشوربه. مستنيه كل تليفوناتكم على 2 3 6، الاس ام اس على 92173، وخط الارضي على 0900 936. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. طيب هنخلص الشوربه، مش هتاخد مننا وقت طويل، ونتفرغ بقى لاعاده الوصفات بالراحه خالص، وكمان للاجابه على كل الاسئله سواء كانت من امبارح او اسئله النهارده. علشان نعمل شوربه السي فود ممكن طبعا نوقف لحد مرحله الكريمه علشان تبقى صيامي، وعلشان في ناس ما بتحبش شوربه السي فود بالكريمه، او نضيف نص كوبايه الكريمه بعد ما نطفي على الشوربه، كده هتبقى مش صيامي وهتبقى بالكريمه للي بيحبوا الشوربه بالكريمه. فيعني المقادير والطريقه مش هتختلف اي حاجه غير اخر خطوه بس. المقادير عباره عن بصل وجزر ومستكه وكريمه ودقيق ولبن، ميه سخنه، زيت زيتون، سي فود مشكل، ثوم مفروم، كرفس، كمون، شبت، ملح وفلفل، عصير ليمون. تمام؟ فزي ما قلت لكم كده نص كوبايه الكريمه مع اللبن، دول اختياري مش اجباري خالص. تمام. هعمل ايه؟ هاخد معلقه الزيت، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه زيت كبيره ومعاها معلقه صغيره من الملح، معايا يا هدى نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من الكمون، فص مستكة. ريهام انتوا معايا؟ ماشي. 3 فصوص ثوم مفرومين ناعم، لا انا عايزة اظبط المقدار بس. يلا نقول تاني، نقول تاني. يلا انا حطيت هنا فصين مستكة، اوكي، معلقة ملح، نص معلقة فلفل اسود، معلقة كبيرة ثوم مفروم، اوكي، ومعلقة كبيرة كمون، اوكي. وبعدين هنزل عليهم، لا ما انا براجع اهو، نص كوباية بصل مفروم، نص كوباية جزر مبشور ناعم، نص كوباية كرفس مفروم بقى، نص كوباية كرفس مفروم، نص كوباية كرفس مفروم،
وربع كوبايه شبت زي ما هي اهي. وبعدين هنزل السي فود المشكل، شكرا. وبعدين هنزل المعلقه الكبيره بتاعه الدقيق، هقلبها لحد ما تختفي خالص من الحله، ما تبقاش موجوده في المشهد. اول ما تختفي تماما هقوم منزله عصره الليمون ميه سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين هتغلي لحد ما بقى عندنا شوربه سي فود. حابين بقى في الاخر انكم تحطوا نص كوبايه الكريمه بعد ما تطفوا؟ اوكي. مش حابين؟ اوكي. صايمين طبعا فمش هينفع، ماشي الحال. يا حنين. حنين الو، ازيك عامله ايه؟ بحبك قوي والله. تسلمي لي حبيبتي، ربنا يخليكي. انت عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله حبيبتي. امور يا حنين. طب انا عايزه بعد اذنك بس طريقه الكب كيك. حاضر عينيا، نزلوا لنا طريقه الكب كيك بعد اذنكم. هبص على الفرن معلش. يا منار. ايوه. ازيك يا منار؟ انا بحبك قوي يا شيف امين. تسلمي لي يا ربي حبيبتي، ده من ذوقك. امور يا منار. كنت عايزه طريقه بلح الشام، بس لو سمحت ممكن تقولي الطريقه؟ حاضر. يعني تقوليها مقادير وطريقه. حاضر عينيا. ممكن تنزلوا لي بلح الشام؟ اغرف الرز بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الريحة يا جماعة رائعة لا تقاوم. بسم الله. كب كيك معاكم على الشاشة، وهنزل لكم بلح الشام برضو حالا. فين بلح الشام يا ميشو؟ فين؟ لا انا اسمع، بس اسمع رده معلش. ماشي اذا كان كده اوكي. ادي الرز يا جماعه، والله بجد الريحه رائعه 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 رائعه. وزي ما انتم شايفين كده مفلفل اهو، مش مكسر، مش معجن، مش اي حاجه خالص. وزي ما قلت لكم تقدروا تعملوا البصلايه وتشيلوها وترجعوا على طول خلاص. هي دي الحاجه اللي بتاخد وقت في الرز ده بصراحه. فانا لما بعمل ممكن لو انا خلاص مخططه ان انا هعمل رز سمك بعمل واشيل، او كده كده بعمل رز سمك بقوم عامله مقدارين ثلاثه وشايله منهم مقدارين ومستخدمه واحد. بلح الشام معاكوا على الشاشه، بتحطوا الميه والزيت على النار، وبعدين بتحطوا رشه الملح على الدقيق، وتنزلوها بالتدريج لما الميه تغلي لحد ما تعمل كوره، وتفضلوا تلفوا في الكوره دي مده ما تقلش عن 5 دقائق. بعد كده على النار، بعد كده بتاخدوها تحطوها في العجان او تضربوها بايديكم لحد ما درجه الحراره تنزل خالص. تبتدوا تنزلوا بيضه بيضه، وبعدين تحطوها في كيس حلواني. التب بتاعته ما تكونش كبيره قوي علشان بلح الشام بينفش بعد كده في الزيت. اهم حاجه في بلح الشام ان الزيت يكون دافي، ما يكونش سخن. بعد كده بنطلعه على نحط عليه شربات يكون بارد ونستخدمه، وما نحطش البلح الشام فوق بعضه طبقات ولا نغطيه علشان ما يطراش مننا. ادي الرز بتاع السمك، وانا هزينه بالشمر واليانسون عشان هم دول اللي احنا حطيناهم جواه، وهيفرقوا في طعمه صدقوني. طبعا يعني اللي مش حابب يزين بالشمر واليانسون عشان ما يبقاش طعمهم بقى قوي بعد كده مفيش مشكله. انا بس عشان اما تيجوا ترجعوا للوصفه بعد كده في السوشيال ميديا تبقوا عارفين ان هو معمول بالشمر واليانسون عشان التصوير مش اكتر. لكن انتوا في البيت ممكن تقدموه كده من غير شمر ويانسون، لكن حطوا جواه نص معلقه ونص معلقه، هيفرق جامد قوي في طعمه.
اوكي ادي الرز رز السمك بالشمر واليانسون. وهستنى كل تعليقاتكم وكل التجارب بتاعتكم بتاعه الرز ده علشان تقولوا لي طلع اخباره ايه بالشمر واليانسون. طيب هنا الشوربه خلاص خلصت، هغرفها بطريقتين، هغرف طبق ساده كده علشان يبقى صيامي زي ما احنا وعدناكم، وطبق تاني هحط عليه شويه من الكريمه، وهعمل كده لما ترجعوا من الفاصل. استنونا. ريحة الشوربة يا جماعة حقيقي، يعني أنا دايما بحاول أوصل لكم الحاجة اللي بتحصل عندي هنا. في ناس بتتضايق وبتقولي أنت بتشعري في أكلك وما يشكرش في نفسه غير مش عارف إيه وكده، وأنا والله العظيم مش بشكر في نفسي ولا أي حاجة، بس أنا بحاول أعيشكم في يعني أكنكم قاعدين معانا هنا وشامين وحاسين باللي إحنا شامينه وحاسين بيه، بس مش أكتر، لكن مش بشكر في نفسي ولا حاجة خالص والله. بصوا هنا هحط، عارفه انت لو تسكتي، هنا هحط الشوربه الصيامي اللي هي من غير كريمه اهي لوحدها هنا كده، علشان بس ايه احنا وعدناكم ان الحلقه صيامي وانا عايزه اوفي بوعدي بصراحه. فادي الشوربه يا جماعه الصيامي اللي من غير كريمه اهو، وهنا هقوم منزله في الحله نص كوبايه كريمه ومقلباها وهحطها في الطبق الثاني. يبقى احنا كده راضينا كل الايه الاذواق وما غيرناش اي حاجه في الوصفه نفسها. يمين بقى يا استاذه ريهام، يا بسمه، بسمه ممكن اكلم الاستاذه اميره؟ اتفضلي يا بسمه، انت معايا على الهوا حبيبتي. ازيك؟ ازيك عامله ايه؟ كويس الحمد لله. انا بحبك قوي قوي. الحمد لله حبيبتي، الله يخليكي حبيبتي، تسلمي لي. امور يا بسمه، بتفرج على حلقاتك كلها. تسلمي لي حبيبتي. عايزه طريقه التورته. التورته حاضر عينيا، نزلوا لي طريقه الكيكه الاسفنجيه بعد اذنكم، وبعدها هنجاوب على طول بقى على الجناش علشان نبقى ايه التورته كده تبقى كامله. وادي الشوربه اللي بالكريمه. مين يا حبيبتي؟ يا استاذ عاصم. الو عاصم ازيك؟ ايوه الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله. اؤمر يا عاصم. كنت عايزه اعرف ازاي كيكه الشوكولاته. طب هتتفرج علينا في الاعاده بقى يا عاصم، عشان احنا نزلنا طريقه الكيك، فالاعاده في اعاده الساعه 2:30 الفجر، وكل الناس اللي بتبعت تشتكي من ميعاد الاعاده حاضر حاضر حاضر، انا بلغت الاداره واحنا شغالين على الموضوع، وانا بعتذر جدا معلش، ان شاء الله الميعاد هيتغير قريب جدا، واول ما يتغير طبعا هكون ابلغكم بالميعاد الجديد باذن الله، ويكون بدري زي ما انتم عايزين، فمعلش سامحونا. هننضف اطباقنا ونبقى كده خلصنا الشوربه وعملنا منها اتنين نسختين، نسخه صيامي زي ما هي، والنسخه الثانيه حطينا عليها نص كوبايه كريمه علشان تبقى بالكريمه، لان في ناس بتحب الشوربه بالكريمه زي كده، فيبقى احنا رضينا كل الاذواق. ادي الشوربه وعملنا معاها الرز السمك البني، وعملناه بلمستنا الخاصة بالشمر واليانسون، وعملنا البوري بالزيت والليمون، وطبعا تقدروا تحطوا تحت البوري ده حلقات من البطاطس تكون مسلوقة نص سلقة علشان ما بتاخدش نفس مدة تسوية السمك، فعشان ما تبقاش نية، وتكون متقطعة رفيع، وتدوها من نفس التتبيلة بتاعة السمك وتحطوها تحته، فيبقى بالبطاطس مفيش مشكلة خالص. دي كانت اطباقنا النهارده، تعالوا بقى نجاوب على اسئلتنا. نزلتوا لنا الكيكه الاسفنجيه ولا لسه حبايبي؟ يلا هينزلوا لكم الكيكه الاسفنجيه دلوقتي. اللي بنعمله ان احنا بنفصل البياض عن الصفار، الصفار بناخده بالفانيليا ونص كوبايه السكر لحد ما يبقى كريم فاتح. البياض بناخده مع رشه الملح لحد ما يبقى فوم ابيض، بننزل عليه نص كوبايه السكر بالتدريج، وبعدين بنحط الدقيق مع الكاكاو مع رشة الملح، أو لو مش عايزين كاكاو، ونقلب كويس جدا على الصفار من تحت لفوق، وبعدين ناخد البياض عليهم وندخلهم في درجة حرارة 180 لمدة الكمية اللي عندكم دي لصينية صغيرة، تعمل تورتاية صغيرة مقاس 20
بعد كده بنطلعها بعد ما بنحطها على 180 على الرف اللي في النص لمدة من نص ساعة لساعة إلا ربع. نص ساعة بيبقى كفاية للحجم ده، ولو عايزين ضعفوا الكمية. بعد كده بنطلعها بنقفل الفرن ونسيبها 5 دقايق، نوارب باب الفرن ونسيبها 5 دقايق، نطلعها على سطح مش سائع ونغطيها فوطة مطبخ نظيفة ومش مبلولة، ونسيبها أقل حاجة 12 ساعة. بعد كده بنفتحها ونكون جهزنا قبل ال 12 ساعة دول، ودخلناها يعني مع تجهيز الكيك ودخلناه التلاجة الجناش اللي بنحشي بيه. جناش الحشو عبارة عن كوباية من الشوكولاتة المبشورة، عليهم نص كوباية من الكريمة السخنة، قلبناهم مع بعض وحطيناهم في التلاجة، وبعدين بنحشي بيه التورتاية. وبعدين علشان أعمل جناش للتغطية بعمل كوباية من الشوكولاتة المبشورة قدامها كوباية من الكريمة السخنة، وأقلبهم مع بعض، وممكن أديهم معلقة من الزيت للتلميع، وبعدين بنزل على الكيكاية ممكن تتسقي مرة واثنين وثلاثة واربعة لحد ما تديني الجليز أو الجناش اللي أنا عايزاه. طيب معلش بقى الأسئلة يا أستاذتي، علشان إيه أنا ما كتبتش حاجة خالص للأسف. طيب الكبسة إحنا نزلناها؟ آه نزلناها؟ طيب إحنا جاوبنا على الكبسة وجاوبنا على الكيك وبلح الشام، وأنا جاوبت على الكريب. آه التخزين بقى. طيب بصوا، البامية أنا بجيبها وبقمعها وبغسلها وبنشفها. انا هسلقها دلوقتي، فليه بنشفها يا اميره؟ لا بنشفها علشان ما تنزلش الماده المخاطيه بتاعها. نشفتها، بجيب على النار ميه بتغلي وبحط فيها عصره ليمون وبحط فيها ملح، بنزل الباميه وعد 30، 1 2 3 4 5 لحد 30 وارفع. انزل في ميه بتغلي وبعدين انشف تاني البامية وبعدين احطها في اكياس وارفعها الفريزر. الملوخية بتتخزن باكتر من طريقة، يا اما بتتخزن ورق مغسول ومتنشف وجوه كيس ورق، وده لما بيطلع بيتخرط او بيتحط في الكبة بلس تك 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 وهي متلجة، او بخرطها واشيلها مخروطة، او بخرطها وانزلها في الشوربة وما اديهاش الطشة بتاعتها، او بخرطها واديها الطشة بتاعتها مع الشوربة واشيلها. انا بعمل ايه؟ انا بعمل اللي قبلها على طول، بديها الشوربة وبسيب الطشة لما اطلعها، وبحط لها نص معلقة بيكنج صودا علشان احافظ على لونها. هنزل لكم مقدار الدونتس عشان اتسألنا عليه على الشاشة. والدونتس احنا بنعجن كل حاجة مع بعضها ما عدا الزبدة، بتنزل واحدة واحدة في الآخر، وبعدين بتتساب تخمر، بعدين بفردها واشكلها واسيبها تخمر مرة كمان، وبعدين بقليها في الزيت، وبعدين اديها التوبينج اللي انتوا عايزينه. دي كانت وصفاتنا النهاردة، عملنا مع بعض وصفات صيامي ووصفات بحريات. عملنا رز السمك البني، عملنا البوري اللي بالزيت والليمون، وعملنا الشوربة الصيامي، وعملنا كمان شوربة بالكريمة. بتمنى تكون الوصفات كلها عجبتكم. تابعونا يوميا الساعة 4، استنونا.